الشباب عندي، نمشيو ونختموا بسبوسه. بسبوسه فرديه هذه سهله، لحقها لك بيلوس ايفيلي الا شفتيها. اييه المهم فيها جوج بيضات، فيها جوج ياغورت كريمي داك اللي كيدير زوج دراهم ونص. اييه كريمي. نص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال السنيده وجوج ديال الخمارات. اييه وقشر حامضه مشكوكه باش نسمع قشر حامضه، وجوج كيسان كبار ديال السنيده رقيقه. اييه ممكن نخلطوا هاد العناصر كامله وكندهنوا الليمون دوك الصغار اللي درت فيهم انا ولا مول كبير، هي من احسن يكونوا فرديين. كندهنوه بالزبده وبالسميده رقيقه، من بعد كندخلوها للفران. هذه غير كطيب مع كتجي رقيقه، كنخرجوها كنكونوا مجدين السيرو ديال الماء والسكر. اييه كنسقوها وكنزولوها مع هذوك الليمون وكندهنوها بالكونفيتير وباللوز ايفيلي. اييه لو كتجي الصراحه ديال طحمات الوجه يجيو زوينين كيف ما قلتي، وخاصه الفرديين هكا الكوتي او الوليدات هما ياكلوهم فيديهم عام مدرسه. الله يعطيك الصحه. يخليك اختي سامي. الهام الله يعطيك الخير، تبارك الله عليك وعلى هاد الاقتراحات اللي وجدتي لنا اليوم. والله العظيم راني مستمعه وفيا وشحال كنتسنى هاد المكالمه بزاف. الله يبارك فيك، بارك الله فيك الالهام. شكرا لك بزاف على تواصلك معنا. تفضلي. اللي معايا في الجروب كاملين وصحباتي وعائلتي وليك انت بالخصوص والطاقم التقني كامل.